أفاد مراسلنا أن شابا فلسطينيا قتل إسرائيليين وأصاب آخرين على الأقل في هجوم نفذه عند مستوطنة أرئيل شمال مدينة سلفيت في الضفة الغربية. وعقب الهجوم أغلقت قوات الاحتلال بلدات شمال الضفة وشنت حملة تمشيط بحثا عن الفلسطيني المهاجم. عملية جديدة من محيط مستوطنة أرئيل أخذت مكانا لها وانطلقت حتى مستوطنة بركان الصناعية، وكلا المستوطنتين جاثمتان على أراضي الفلسطينيين في سلفيت شمالي الضفة الغربية. المنفذ الذي تمكن من الانسحاب نفذ عملية مزدوجة، طعن وإطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن وجندي إسرائيلي وإصابة ثالث بجروح خطيرة. جيش الاحتلال رفع درجة التأهب والاستنفار وأعلن إرسال تعزيزات عسكرية نحو الضفة في إطار البحث عن المنفذ، مع إغلاقه مداخل محافظة سلفيت بقراها. طبيعة الحال مثل هذه الأحداث الأمنية تقود إلى نقاش داخلي إسرائيلي، تبادل اتهامات ما بين الأطياف السياسية الإسرائيلية المختلفة، لكن تأثيرها على الانتخابات باعتقادي لن يكون كبير. بدوره أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة حكومته دعمه لجيش الاحتلال في ملاحقة منفذ العملية متوعدا بمحاسبته. نحن نلاحق الإرهابيين في نقطتين بمنطقة أرئيل. أقدم دعمي للجنود في الجيش والسلطات الأمنية وقوى الأمن التي تلاحق الإرهابيين. أنا متأكد أنهم سيقبضون عليهم ويتعاملون معهم بأقصى درجات القانون، كما سبق أن فعلنا في جميع الحوادث الأخيرة. أما فصائل المقاومة الفلسطينية فقد باركت العملية ووضعتها في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وبخاصة في المسجد الأقصى. إعدامات ميدانية وانتهاكات في الأقصى واعتقالات وتصريحات انتقامية لقادة الاحتلال في إطار منافستهم الانتخابية أحيانا ودون أي سياق في معظم الأحيان. لم تنجح في ردع العمليات ضد الاحتلال في الضفة الغربية لتعود إلى الواجهة مجددا بين الفترة والأخرى. يرى العملي العربي، رام الله. ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا هنا في الاستوديو زياد العلول الكاتب السياسي. أهلا بك سيد زياد. أهلا وسهلا. يعني حديث عن حراك، عن عملية نوعية، عن بوصلة صححت بحسب الفصائل الفلسطينية، السلطة مشغولة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، والفصائل ترحب من غزة وتقول أنه حراك وأنه يعني ضروري لاستمرار القضية الفلسطينية. من يقود هذا الحراك؟ أنا أقول أن الشعب الفلسطيني الذي الآن مر على احتلال فلسطين 70 عام وهو يعاني، أراد الاحتلال منذ أوسلو أن يرمي بهذا العبء على السلطة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية الآن أصبحت مقسومة إلى سلطتين، سلطة بالضفة وسلطة في قطاع غزة. الاحتلال يعيش أفضل حالاته لأنه لا يتحمل عبء، لا عبء الكهرباء التي تقطع في قطاع غزة ولا عبء رواتب، بل هو رمى هذا العبء على السلطة الفلسطينية وعلى الدول المانحة إلى غيره. إذن كان هناك حراك ربما ظاهره فيه الخير، وعندما نقول الحراك الذي كان في غزة بدنا نعيش، كنا بدنا نعيش. يعني الفلسطيني في غزة الحمساوي ما هواش أفضل حال من الفتحاوي، كله يعيش وضع صعب لأنه صحيح. الحصار الآن دخل إلى كل بيت، لكن ما حدث اليوم هو فعلا أعاد البوصلة إلى مكانها الصحيح، لأننا نحن كفلسطينيين ليس دورنا أن نتقاتل بيننا وأن نغلب الصراع الداخلي على المصلحة الكبرى وهي مقاومة الاحتلال، وخاصة أننا نتحدث عن القدس الآن الأسبوع الثاني ولا الثالث على الثوالي، وهي عملية تدنيس ممنهج لدخول المستوطنين صحيح. ومحاولة منع المصلين وإغلاق ومنع آذان، كل هذا سوف يسبب بيئة قابلة للانفجار ليس فقط في قطاع غزة جراء الحصار، أيضا في الضفة الغربية وفي القدس. طيب يعني البعض يرى بأن المعركة القادمة بسبب يعني هذه العمليات التي تجري في الضفة الغربية ستكون بين المستوطنين المسلحين من جهة وبين الفلسطينيين المدنيين العزل. أين هي الفصائل من هذا؟ الفصائل اليوم قالت بأنها عملية نوعية وتصحيح للبوصلة، والسلطة أيضا يعني مشغولة بهمومها وبهموم التنسيق الأمني وغيرها من الهموم. يعني
أين موقع الفلسطيني العادي من كل هذا؟ يعني للأسف نقول في الضفة الغربية لا يوجد فصائل فلسطينية بالمعنى الموجود في قطاع غزة. صحيح. قطاع غزة في فصائل فيه ومسلحة. صحيح. في الضفة الغربية لا، للأسف السلطة الفلسطينية أفرغت كل الفصائل من محتواها، حتى حركة فتح، فلا يوجد مقاوم في حركة فتح ولا يوجد مسلح في حركة فتح، توجد أجهزة أمنية وتقولها ليلة نهار أنها تعمل على حماية المواطن الفلسطيني والإسرائيلي. يعني هي بالعكس، هي حتى حماية المواطن الفلسطيني ليس من الهجمات الإسرائيلية، لكن كقوات أمن موجودة. سيترك الفلسطيني يعني اذهب أنت وربك فقاتلا في المرحلة القادمة لو اعتدى عليه مستوطنون مسلحون؟ لكن هذا الفلسطيني العادي أنا أقول، وهذا ما نراهن عليه في شعبنا الفلسطيني الموجود في الضفة الغربية والقدس، لا، سيقود معركة حقيقية وهو قادر. والتاريخ إذا رجعنا 10 سنوات إلى الوراء، لا، كان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هو من يقود العمليات والمقاومة في القدس وفي تل أبيب وفي غيرها. إذن الشعب الفلسطيني موجود، لكن خلال 10 سنوات الماضية فرض أجهزة أمنية فلسطينية قوية تمنع أي مقاوم من الوصول إلى أي نقطة تماس، بالإضافة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية. صحيح. من صحيح. طرف الاحتلال الإسرائيلي، هذا ساهم في شل المقاومة الفلسطينية في الضفة. لكن كل فترة نحن نرى إبداع جديد، لأنه حتى زي عملية اليوم، شو يملك الفلسطيني؟ هو كان لا يملك شيء، هو سكينة بسيطة استولى على سيارة على سلاح واستخدمه. فأنت لا تتحدث عن، أريد أن أسألك إذن الآن يعني عن التوقيت، لماذا الآن؟ كما قلت هي عملية دون مقومات مادية إن صح التعبير، ويمكن أن تتم كل يوم، الفلسطينيون والإسرائيليون والجنود الإسرائيليين على وجه التحديد يمشون يعني جنبا إلى جنب في الضفة الغربية. لماذا لم تحدث من قبل؟ لماذا هذا التكثيف الآن؟ فقط رد فعل على القدس أم أن هنالك أجندة ما أخرى وراء؟ لا يوجد أجندة. أنا أقول أن حالة الضفة في غليان أكثر من قطاع غزة. قطاع غزة مشكلته الحصار، أما في الضفة في حالة غليان كبيرة. أنه تتحدث أنت عن احتلال موجود في حياتنا اليومية، يعني الاحتلال الإسرائيلي يدخل إلى قلب رام الله ويعتقل ويقتل بدون أن يفعل أحد شيء. إذن هناك احتقان. لكن هذه العملية أنا أقول أنها لا يوجد ربط ولا جدات سياسية، لكن وجودها اليوم أعطى رسالة إلى الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة أن المعركة هنا، المعركة في الضفة، المعركة في القدس، المعركة مع الاحتلال، ليس بين فتح وحماس. وللأسف أنا أعتقد أن الاحتلال نجح في إشغال الفلسطيني في الشأن الداخلي، في همومه اليومية، في المعابر، في الحصار، وبطل حدا يحكي عن القدس، وبطل حدا يحكي عن الاحتلال. فلذلك هذه العملية ربما تعطي رسالة قوية إلى الفصائل الفلسطينية أننا كلنا كفلسطينيين مستهدفون من هذا الاحتلال. نعم. بغض النظر، والاحتلال لا يفرق، الاحتلال في قصفه لا يفرق بين فلسطيني من الضفة ولا فلسطيني من غزة ولا حماس. فلذلك يجب أن يتوحد الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال. والشعار اللي بيقول بدنا نعيش، ما في عيش بكرامة وحرية في فلسطين ما دام في احتلال. إذا إنهاء الاحتلال هو الذي سوف يضمن للفلسطيني حياة كريمة في داخل فلسطين وخارجها. زياد العلول الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.